مرحبا بكم. منذ انقلاب الثالث من يوليو عام 2013 في مصر والعديد من التحليلات تحدر من دخول مصر في موجه عنف قد تؤدي الى حرب اهليه لا قدر الله. كذلك العديد من السياسيين والصحفيين والمثقفين اعربوا عن تخوفهم من الانجرار الى حرب اهليه. واستمرت تلك التخوفات على مر الاحداث اللاحقه لتحرك الجيش في الثالث من يوليو، فيما ازدادت حدتها مع تصريحات عبد الفتاح السيسي المطالبه بالتأري في فبراير عام 2015، تلك التي اعتبرها كثيرون انها تحريضا على العنف الاهلي. مصطلح الحرب الاهليه ربما يكون فضفاضا ويتسم بالعموميه لكن كافه التعريفات اتفقت على الجزء الاول من تعريفه وهو الصراع العنيف او المسلح بين فريقين داخل البلد الواحد ثم تتعدد الاسباب الموضوعه لبدء هذا الصراع وغالبا ما تكون سياسيه رغم انها قد تتخذ اشكالا اخرى في خضم الحرب مثل ان تحمل خطابا دينيا او عرقيا او غير ذلك وبنطره لما حدث منذ الثالث من يوليو حتى الان نجد تقاربا كبيرا بين الاحداث في مصر ومفهوم الحرب الاهليه كقتال ونزاع عنيف او مسلح بين مجاميع منظمه داخل البلد الواحد فهل حقا الحرب الاهليه مصير مجهول بالنسبه الى مصر ولماذا لا يكون ما تشهده مصر طيلة الثلاث سنوات حربا أهلية دون أن ندري مشاهدين الكرام حول هذا الموضوع تدور حلقة الليلة من برنامجكم الشرق اليوم نتابع فيها الحوار ولكن بعد أن نشاهد هذا التقرير في الأول من يوليو من عام 2013 أصدر السيسي وزير الدفاع آنذاك بيانه الأول الذي أمهل فيه القوى السياسية 48 ساعة للوصول إلى اتفاق يفضي إلى تحقيق مطالب الشعب في نفس اليوم الذي صدر فيه البيان واليوم اللاحق له شهدت البلاد عدة اشتباكات أفضت إلى القتل في عدد من المحافظات بين أنصار الرئيس محمد مرسي ومجموعات تنتهج العنف تتحرك تحت مظلة تظاهرات مناهضة لمرسي ينزلوا ليه؟ ينزلوا عشان يديني تفويض وأمر بإني أواجه العنف والإرهاب المحتمل في الرابع والعشرين من يوليو من نفس العام خرج عبد الفتاح السيسي في خطاب له مطالبا الشعب المصري بتفويضه لمواجهة العنف والإرهاب المحتمل عبر النزول في تظاهرات الجمعة التالية للخطاب قبل خطاب السيسي وعلى مدار الأيام اللاحقة لبيان الثالث من يوليو حدثت اشتباكات بالجملة بين رافض الانقلاب العسكري من جهة ومجموعات من البلطجية اشتهروا باسم المواطنين الشرفاء وقوات الأمن من جهة أخرى من أبرز تلك الاشتباكات والتي لم تشهد تدخلاً من القوات الأمنية ما عُرف بمجزرة حرائر المنصورة التي راح ضحيتها إجمالاً خمس سيدات على خلفية اعتداء مجموعة مدنية مسلحة على مسيرة نسائية في مدينة المنصورة في التاسع عشر من يوليو. بالتزامن مع الانقلاب العسكري بدأت حدة العمليات المسلحة ضد القوات الأمنية في سيناء والمستمرة حتى يومنا هذا. قابلها النظام بالمزيد من القتل والتشريد لأهالينا في سيناء والنتيجة إخلاء لأرض الفيروز من سكانها وتشريد الآلاف القانون اللي هو الرصاص ده القانون انزل دك المطرية دك اللي في المطرية لم يتردد اعلام النظام في القيام بدوره في شيطنة المعارضين والتحريض على العنف وتشجيع ومطالبة الشرطة والجيش بقتل المدنيين، مما ساعد في ازدياد لغة العنف والكراهية وانقسام مجتمعي حاد ادى في النهاية لقتل وتصفية المزيد من المعارضين خارج اطار القانون، وحرق منازل لجماعة الاخوان المسلمين في بعض المحافظات. القتل والتصفية والقمع كان لهم ردة فعل انتقامية. بانشاء حركات مقاومه تدعو للعنف والثأر وحرق سيارات الشرطه ومنشاتها وقتل افرادها المتورطين في قتل وتعذيب المعارضين تزامنًا مع الذكرى الرابعه للثوره وتعددت حالات العنف والعنف المضاد أنا لم اكبل ايديكم للثأر لشهداء مصر انتوا فاهمين الكلمه دي معناها ايه معناها ان انتم انتم اللي حتاخدوا طار مصر وانتم اللي حدفوا عنها في فبراير الماضي 2015 وخلال كلمه القاها عبد الفتاح السيسي حول الهجمات المسلحه في سيناء والتي ادت الى مقتل عشرات الجنود دعا السيسي الشعب المصري للثأر من ضحايا ما اسماه بالارهاب وهو ما اعتبره الكثيرين تحريضا من السيسي للشعب ضد الشعب لم يختلف الوضع حتى الان وما زال القمع والظلم سائدا من قتل واعتقال واحكام ظالمه واصبح الضحايا من المصريين مجرد ارقام يوميه سلطه لا تعرف سوى الحل الامني والقتل والتصفيه خارج القانون والاعتقال والتشريد واعلام تحريضي قسم المجتمع المصري في غياب واضح للعدل والعداله والمحصله قطعا احتراب وعنف مضاد يكاد ان يصل الى حد الحرب الاهليه هذا ما وصلنا إليه السيسي في ثلاث سنوات فقط، فإلى متى تعيش مصر أجواء الحرب الأهلية دون أن ندري، ومتى ينزح هذا الكابوس الجاثم على صدور المصريين؟ اللهم احفظ مصر. أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام اسمحوا لي أن أرحب بضيفي في الاستوديو السيد ياسر الغرباوي مدير مركز التنوع لفض النزاعات مرحبا بك سيد ياسر سيد ياسر يعني نحن اليوم في هذه الحلقة حديثنا عن هل تعيش مصر حرب أهلية أو بوادر لحرب أهلية لا قدر الله لنبدا بالتعريف عن الحرب الاهليه والاسباب الاساسيه لهذه الحرب الحرب الاهليه يعني ليست مصطلحا غريبا او جديدا شهدته كثير من الشعوب التي انزلقت الى منطق الكراهيه والتحريض والتعصب سواء كان هذا منبع ديني او سياسي الى اخره التعريف الاكاديمي مفترض نكون دخلنا في الحرب الاهليه يعني اي احتراب اهلي في وطن واحد ما بين فريقين من نفس الوطن تجاوز عدد القتلى ألف في حرب اهليه احد التعريفات السائده يعني قد لا يكون هذا باديا في وطن كبير كمصر عدده تجاوز 90 مليون لكن هدفي من هذه الحلقه ان هذه البوادر وهذه المؤشرات من خلال الرصد والمتابعه ما لا تنتبه كل الاطراف هي تؤصل وتؤدي الى الى حرب اهليه حقيقيه لا قدر الله لا يمكن ان تخطئها العين طبعا اعود للتنويه لمشاهدينا الكرام في هذه الحلقه فقط نود ان بعض الاضاءات على هذا المفهوم والمعطيات التي تنجر اليها مصر طبعا تخوفا من انجرارها الى حرب اهليه لا قدر الله اذا اخذنا بالاسباب انت يعني تفضلت الان ان من احد اسباب من تعريف الحرب الأهلية أن مثلا أن يقتل فئتين بنفس البلد وأن يكون عدد القتلى ما يقارب الألف قتيل نعم. طبعا نعم. هذا شهدناه في رابعة طبعا في رابعة وفي غيرها حتى وشهدنا أيضا على الطرف الآخر قتلى شهداء من الجيش ومن الشرطة في قطاعات واسعة طلت طلت الكل يعني طلت الكل في في المجتمع المصري نعم طب اذا اخذنا باسباب هذه الحروب الاهليه يعني ما هي الاسباب الاساسيه لاي حرب اهليه في اي دوله؟ أه والله ما ضاق بلاد باهلها ولكن احلام الرجال تضيق. يعني الله اعطى الانسان والارض وضعها للانام، لكن البشر كلا ان الانسان لا يضغى منطق الاستعلاء اولا هو منطق يؤصل الحرب الاهليه. اذا ادعى فريق سواء كان مدني عسكري انه هو الافضل والاضرب مصلحه البلد وانه هو الافهم لهذا الدين وأنه يملك الرؤيه الافضل استعلى الاستعلاء الاول انه نعم. افضل من من المكون الموجود بدعوى انه اكثر خبره انه تاريخه انه تاريخه مثالي انه قدم تضحيات ويبدا يستعلي هذا الطرف هذا الاستعلاء لا يتوقف عند هذه المرحله يتبعه استدعاء اذا كان نص ديني يقول لك والله احنا افضل افضل خلق الله على الارض وجماعة التانيين دول يعني مواطنين درجه تانية واذا كان استدعاء تاريخي الجيش هو المؤصل لهذه البلد وهو حامي هذه البلد والذي انشاها ويبدا استدعاء وقاعة تاريخيه حتى يؤكد استعلاءه فعندنا الاول استعلاء ثم استدعاء ثم ياتي العداء هي ثلاثيه يعني عملنا معادله رياضيه عندك مكون اول اسمه استعلاء والمكون الثاني اسمه استعلاء ثم استدعاء نص ديني او وقاعة تاريخيه ثم عداء مم. فاي مجتمع لا ينتبه ان طرف يستعلى على الاخر سواء كان طرف ديني طرف مدني طرف عسكري جماعة إيديولوجية جماعة دينية المجتمع المصري مجتمع متنوع <applause> ومجتمع متشظي وبالغ التنوع الجميل الذي أعطى مصر الرافعة الحضارية <applause> يوم أن يستعين مكون على الآخر أو يستعلي عليه ثم يستدعي خطاب ديني أو وطني أو خطاب كنسي أو مسيحي أو إسلامي سيؤدي هذا إلى إلى العداء أنا كل يوم أعتقد أن جاري هذا يضمر لي الشر وأنه في فترة من الفترات تبدا العلاقات تتقطع ثم ياتي لو طفلين اتخانقوا مع بعض يتحول الى الاشتباك لان عقلي مسكون بافكار مسبقه ان هذا الرجل غير جيد وانه انه يعاديني طيب. منطق إذا... الكراهيه يؤدي لذلك نعم اذا تحدثنا في اسباب اكثر عموميه مثلا ان تكون اسباب هل هي سياسيه او اقتصاديه ام كما نشهدها كثيرا يعني تاخذ الشكل الطائفي معظم يعني كما شاهدناها في الحرب الاهليه في لبنان الحرب الاهليه في السودان يعني ربما يعني لا الجزائر الحرب الاهليه في الجزائر يعني لا اريد ذكر الان الحرب السوريه لها خصوصيه يعني الوضع في سوريا لها خصوصيه يعني ياخذ الشكل اللبوس الطائفي انما هو سياسي بحت لاطماع ايرانيه والان الروسيه في في سوريا وحتى اطماع دوليه مع الاسف يعني ربما سوريا استثناء قليلا يعني في هذه الحروب الاهليه، انما يعني غالبا ما تاخذ اللبوس الطائفي، فهل هي السبب الرئيسي للحرب الاهليه هو الطائفي ام هو بالاساس سياسي واقتصادي؟ احنا في فضل النزاعات وتحليل اسباب النزاع عندنا بحاجه بنسميها شجره النزاع. شجره النزاع، شجره الخلاف، عندنا شجره لها جذر ولها ساق ولها افرع. مهمتي أنا كباحث أن أصل إلى جذر النزاع هل هذا الجزر هو خلاف سياسي مثلا في السودان جذر النزاع هو خلاف تهميش وتنمية مناطق محرومة من التنمية بشكل حد جدا زي منطقة دارفور لا توجد فيها خدمات بالمرة نتج عنها الاحتقان استدعي خطاب ديني استدعي الفرع الاخر مثلا جيل جفاف نعم للأجل. يعني هذا ما اريد ان اقوله يعني حرب الاهليه السودانيه هي لم تكن طائفيه ولكن دفعت باللبوس يعني كللت او يعني غطيت باللبوس الطائفي ربما لتستقطب دعم مثلا امريكي او دعم اوروبي بالنسبه للمسيحيين او لا اعلم يعني, لا يعني ما هي فكرة ما فكرة هو البعد من اللباس الطائفي؟ لا. لا الفكره منطق الحرب بالمصر يقول اللي تكسبوا العبوا انا طرف داخل معركه بستعين بكل الادوات الممكنه حتى اشحذ انصاري ومعسكري ان يقاتل دون ان يفكر يعني مثلا انا عاوز اقتل سيم من الناس مش ممكن اقول والله ان سيم دي من الناس الاسلامي هذا ده انسان طيب وجيد لا هؤلاء شياطين هؤلاء انتان هؤلاء وارهابيون ما لازم اشيطن الاول حتى اقنع انصاري واقنع معسكر انه ان لابد ان ان يقتل الانسان اللي يقتل في يوم وليله طبعا. يعني لا يتحول الى قاتل والى ذئب مم. من حمل لزي وهذا يحتاج الى مراحل مم. في خطاب اعلامي موجه لهذا الشخص في خلطة شرعية ودينية ممكن تقدم له أو خلطة وطنية حتى يتم شيطانة الأخر المخالف مم. لذلك قالوا في الفتن ما هي الفتنة وما هي الحرب الأهلية بشكل فلسفي الحرب الأهلية والفتنة عندما يعني هي عمياء لا تبصر لا عقل لها أنت عشان تخلي الإنسان يقتل أنت تسحب كل حواس الوعي كل حواس الإدراك يعني تخيلي مثلا في رواندا التوتسي والهوتو قبائل عاشت قرون متعايشه <applause> آه والاثنين كاثوليك لا مسلمين ولا م... ولا مسلمين ولا فيش م... اختلاف آه عرقي ولا فيش اختلاف <applause> آه طائفي اختلاف ديني لكن منطق الكراهية جعل الطفل من الهوتو ياخذ الطفل من التوتسي هكذا <applause> في, في, في البوسنة فاعتقد سبب الحرب الاهليه قد يكون سياسي بشكل حاد جدا لكن يستدعي كل الخطابات التاريخيه والدينيه حتى يحشذ كل انصاره في اتجاه اشعاد المعارك، فمنطق نعم. الحرب يغلق العقل. نعم، طب تاريخيا مصر لم تشهد اي نزاعات يعني اي حروب اهليه او حتى نزاعات طائفيه. يعني هل يعني يعني هل مصر مهيئه لحرب بالاساس يعني لحرب اهليه؟ ما فيش مجتمع كان في مرحله من المراحل يعني حريص يخش في حرب اهليه او مهيئ نفسه ان يخش في حرب اهليه وايضا المراهنه على التاريخ لا تكفي يعني عندما ترتكبي انا قد يكون من اسره جيده واب حريص وكون ثروه من عرقي لكن انا اتي في يوم وليله وابدد هذه الثروه، فتاريخ ابي او تاريخ المجتمع الموجود القوي، اذا الجيل الحالي الان تعامل بمنطق يتنكب التاريخ المتسامح والعاش فترات طويله من 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 التعايش، اذا ارتكب حماقات الكراهيه والتحريض المباشر يمكن ان ينزلق الى حرب اهليه، انا ليا مقال مهم جدا وادعو المشاهدين يرجعوا له اسمه خمس خرافات لن تمنع الحرب الاهليه في مصر. يعني الانسان لا يراهن على التاريخ. <applause> ولا يراهن ان مصر محميه ولا, ولا يراهن ان ان في مؤسسات قويه لا كل هذا اذا تهاوى سنندرج الى الحرب الاهليه بالضبط مثل جسم الانسان اذا تهوى جهاز المناعه يصبح عرضه للانفلونزا اي مرض آه لذلك تتوجب الوقايه قبل ان لا قدر الله الانجرار يعني ولو بخطوه الى تلك الحرب يعني صحيح. آه نعم آه دعني آه استعرض بعض من دليل الحروب الاهليه وخطواتها يعني كما ذكرت آه يعني حضرتك منذ قليل ان ممكن ان تكون آه حرب قد بدأت ومن حيث لا يدري كما حدث في لبنان في الحرب الأهلية في لبنان عندما اندلعت والتي استمرت 15 عاما يعني بدأت ولم من دون أن يدروا يعني يقول التقرير عن دليل الحروب الأهلية بأن يعني أولا الحرب الأهلية لن ينتبه الشعب لها إلا بعد فترة آه يعني وهذا ما حدث في الحرب الاهليه كما ذكرت دون ان في لبنان دون ان يشعر اللبنانيين هذا واحد اثنين آه يعني من دلائل الحرب الاهليه عندما تجعل يعني هنا اجعل هناك طرفين اثنين وحيد جميع الاطراف الاخرى وهذا ما يعني حدث يعني للاسف ما يحدث ما يحدث في سوريا مثلا يعني موالي ومعارض وما يحدث بمصر عسكر واخوان يعني يعني حتى يعني اي نعم المعارضين ليسوا هم جميعهم اخوان مسلمين ولكن كل المعارضين ضموهم نظام السيسي الى نفس المعسكر وهو الاخوان المسلمين يعني هي خطوة ثانية أيضا أو دليل ثاني على الحرب الأهلية ما نشهده كما ذكرنا في السودان ذلك أن تبدو الخلافات سياسية أو هي أساسا سياسية واقتصادية وإنما تأخذ اللبوس الطائفي يعني لأنها يعني هلا يعني جميع هلا في السودان الجميع يريد يعني مشاكل اقتصاديه دعت الي هذا يعني هذا التظاهر وهذا الحراك في السودان وحتي في سوريا الجميع يريد اسقاط الدكتاتور نظرا لاسباب سياسيه كثيره، ولكن يعني تعمد النظام الى الى الفتنه بين 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 الشعب، لأن عندما يتحد الشعب ضد الدكتاتور يعني مؤكد سيسقط، لو التم جميع الكون لتأييده وللدفاع عنه عند عنه، عندما يتحد الشعب بال يعني بالمطلق سيسقط الدكتاتور، ولكن عندما تقوم بفتنه وتقسمه الى قسمين او اكثر فهنالك يعني يثبت هذا الدكتاتور يعني من اهم دلائل الحرب الاهليه ان تصنع عدو وتحاربه وهذا ما يعني ما نشاهده في انظمه الدكتاتوريه وخصوصا في ثورات الربيع العربي انهم صنعوا يعني في سوريا صنعوا داعش في مصر ايضا داعش هلا جميع الانظمه الدكتاتوريه صنعت داعش لتحاربها لي يعني يقف معظم الشعب مع هذا النظام طيب لنعد الى اول دليل يعني وهناك ادله كثيره على الحروب الاهليه لنعد اول الى اول دليل هل مصر تعيش فعلا حرب اهليه من دون ان نستشعر بها لا شك ان يعني الواقع اللي بتقع بشكل يومي يعني مثلا ما يقع في سيناء <applause> احنّا كباحثين أو يعني مطلعين بشكل بدرجة من الدرجات هذه منطقة تكون مغلقة، ما الذي يقع فيها؟ يعني تسمع مثلاً جيش أعلن تصفية 60 إرهابي، تصفية <applause> 50 50 50 فرد، إصابة عدد من القوات المسلحة، منطقة أصبحت هي منطقة مصرية، لكن لا الإعلام المصري قادر يرصد بشكل حقيقي ما الذي يقع ولا الآله القضائيه القانونيه بتعمل بشكل جيد في هذا القطاع، الان طبعا هذا الجزء تحت الطوارئ، يعني استمر مره واثنين وثلاثه تم تجديد قانون الطوارئ في هذا الجزء من سيناء، وجزء عزيز ومهم واهله مقاومين، وايضا نعم حصل يعني توتر فسكنت فيه جماعات ارهابيه خارج طب من خارج السياق المصري، لكن هذا الجزء من الوطن الان بدا محتقنا وفيه دماء واشلاء وقتل ابرياء الى الى اخره، نحتاج الى مصارحه حتى يتم محاصره بؤر التوتر والكراهيه. فهذه مساحه ينبغي ان يكون فيها الصراحه بشكل واضح جدا. سمعنا عن مدنيين قتلوا بقصف نتيجه اخطاء عسكريه وايضا عن ارهابيين لا يرقبون في, في الناس الا ولا ذمه، قتل اطفال وقتل نساء وقتل ضباط لا علاقه لهم بال 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 يعني بالاشتباك السياسي وفي مهمه وطنيه في حمايه الحدود. وجماعات تحمل هي يعني من خارج السياق المصري، افكار لا تنتمي للواقع هذا الشكل المعاصر لكن هذه الافكار وهذه الجماعات ما كان لتقوى ولا لتنبت ولا لتتحرك الا اننا منشغلين بصراع داخلي بين اطراف من اطراف الوطن الجيش المصري جيش وطني افراده يعني من عوائلنا وابائنا وامهاتنا لكن حصل انه اشتبك بشكل مباشر في العمل السياسي، اشتبك مع فصيل كان يعني منتخبا سياسيا وحزب وبدا التحريض والكراهيه مشت بشكل كبير جدا، استمر في نظري هذا الخطاب مثلا يعني دائما الامم الناجحه بتعمل ايه؟ اذا حصل ازمه في عدو خارجي، يعني المجتمع الغربي عندما يريد ان يحشد انصاره بعيد عن الفتن، والله في الاتحاد السوفيتي هو كان يترصد للمعسكر الغربي. إسرائيل دائما العداء إلى الخارج لكن لما نستعمل إحنا ضد بعض أهل الشر في الداخل والطرف الثاني يستعمل هؤلاء الخونة الصهينة يطلق على على الطرف الذي منحاز منحاز للنظام بل بدا حتى مصطلح عبيد البياده وعبيد المرشد يعني هذا التقسيم مع المو... الاسف هذا التقسيم والمفردات هذا التقسيم الموجود حتى على على مستوى الثوره هذا على خيار الثوره والصور ما فيش ثائر ولا مصلح بيشتم شعبه الذي يشكو من جنود وقائد فاشل يعني انت فشلت في التواصل مع الشعب الشعب يا سيدي مش منحاز لخيار الثوره الان ليس لك الحق ان تشتمه ولذلك الطرفين الان كل اطراف المشتبكه في مصر ينبغي ان تاخذ حقها دون ان يكون على حساب الوطن انا مع مقاومه الظلم مع التحرر في اتجاه المستقبل ولكن لست مجبرين ان نكون ضحايا ضحايا او قاتلين فاول زي ما تفضلنا في الحلقه فكره الشيطانة فكره التنميط فكره الاستدعاء فكره ان الوطنيه فقط في القوات المسلحه أنا أنا خدمت في القوات المسلحة وكثير من الشباب وزملائي وبعضهم قضوا في أثناء التدريبات وكنا وما زلنا ندرك أن وجود هذا الجيش العربي الوحيد الآن المتماسك هو أمان لا ينبغي أن يضحى به في معارك في معارك وهمية، العقل العسكري بحد ذاته هو عقل مربع للقتال العمل السياسي مناورات وتنازلات واشتباكات، لما ندخل العقل العسكري في العمل السياسي هيحصل أزمة نفسه للعقل العسكري، يعني التركيز في جبهات القتال، التركيز في الخطط القتالية، التركيز في قيام صناعه عسكريه حقيقيه امر مهم جدا فاذا التنميط ثم الثنائيه ما بين عسكر واخوان الثنائيات هي تؤصل دون ان ندري الى فعلا احتقان اهل بشكل ضخم جدا للاسف يعني انا كباحث وكراصد اول مره يعني اجد شواهد ودلائل ان النزاع السياسي في مصر وصل الى قعر المجتمع يعني خلاف ما بين الجيران استعانت الشرطه والنظام بالمواطنين الشرفاء لا يعني ينبغي للدوله حتى وان كان قدامك انسان انسان مخطئ اقبض عليه بالقانون لكن لا تستعمل المواطن ضد الاخر لان هذا سيؤصل يعني في بعض القرى ذهب احد الضباط لاعتقال شخص من الاشخاص قد يكون عليه قضيه مش 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 محل خلافنا فالام بتشتكي بتقول يعني حسن ابنها مظلوم فضبط قال لها يا امي انا 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 بنفذ اوامر بس جاركو هو اللي بلغ إن مع هو, هو الذي بلغ عنكم قابلت بعض المكلومين يد يعني يظن ان جاره هو اللي بلغ عن ابنه وابنه نتيجه القمع الامني تعرض للقتل هذا الرجل استاذ جامعي يقول انا حقي عند جاري مع و و وينتظر في حاله تفكك او القبضة القبضة الامنيه نحن مؤهلون لهذه الكراهيات فاعتقد <applause> وصول الانقسام السياسي النزاع السياسي الى قعر المجتمع في ازمه كبيره جدا لذلك المجتمع لابد ان يحمي نفسه نعم. يعني مثلا الكنيسه المصريه ودورها مهم جدا عندما تشتبك الان بالعمل السياسي بشكل مباشر جدا في مشهد سياسي لراس الكنيسه المصريه في تاييد فصيل محدد يعني انا تالمت جدا بابا توادرس لما يقول ليس الوقت الان وقت حقوق الانسان انت بمعتقد المسيحي انت تمثل الحاله المسيحيه الروحانيه هذه الكنيسه في نظرك هي بيت الرب لكل المكون المسيحي آه وال 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 والعقيده المسيحيه تقول دعم لقيصر لقيصر وما لله لله فالاشتباك السياسي مع راس الكنيسه المصريه آه في مجتمع تنتشر فيه الاميه الان المتعصبين في توصيف بسيط جدا النزاع في مصر الان نزاع كنسي يعني هم نفسهم ناسه من العسكر في آه آه أه طبعا حصل يعني حصل اشتباكات لكن فكره اني ان ان تنأى الكنيسه بنفسها عن العمل السياسي حتى لا توفر فرصه للخصوم الاخرين يصور المشهد انتهت الفتنه نعم انت نزاع سياسي يعني كل طرف استدعى مثلا المشهد المؤسسه العسكريه ستستدعي ال ال انها الحامي للاقليات المسيح المسيحيه في مصر، انا طبعا لا احب استعمل مصطلح الاقليه المسيحيه في مصر، نحن اصلا مصطلح الجماعه الوطنيه المصريه، لكن ينبغي ان ننتبه الجماعه الوطنيه المسيحيه اننا شركاء في الوطن وان يعني النظام ب... السياسي يعني يأتي لا الفتنه لا تقع فقط على مسيحي ومسلم، انما الفتنه ما بين المسلمين انفسهم، ولكن من المؤسف جدا ان يظهر يخرج رئيس دوله كما شهدنا الان في التقرير ويقول يعني انا. لن أكبل أيديكم، يخاطب شعبه، أنا لن أكبل أيديكم لشهداء مصر يعني من الإرهاب، أنتم من ستأخذون الثأر، يعني بدل أن يتحدث بالقانون يقول لن أكبل أيديكم، أنتم أليس هذه بوادر يعني تحريض للعنف والقتل؟ يعني مصطلح الدولة فكرة الثأر والتصفية هو مصطلح قبلي لا ينبغي لدولة مركزية تنعم بدستور وعندها قانون أنت تتحدث بالثأر أنت تتحدث بهذا الأمر يعني فكرة أن نثأر هذا مصطلح ممكن نلاقيه في الصعيد في بعض الأهالي اللي بينهم احتقان ولا يجدوا وسيلة غير الوسيلة القديمة الثأر من قتل يقتل كل واحد ياخد حقه بإيده يعني فاستخدام هذه المصطلحات الثأر فكرة إن مثلا بعض الإعلام فكرة الحل هو الرصاص هذا تماما يعني مع الأسف إنهم هذا تماما أبواق النظام عندما يتحدثون في نطاق الإعلام الآن يعني أتخيل نفس مؤسف ومخجل صحيح. عندما يقول القانون هو الرصاص يعني أتخيل نفس الآن في كيجالي عاصمة رواندا عندما كانت تصدح قناة الألف هضبة تقول اقتلوا الصراصير من من التوتسي والصرصار ليس له إلا أن يدعس بالأقدام نتج عن رواندا في 100 يوم مليون قتيل رغم أنهم مليون, يعني قتيل. مليون قتيل في مئة يوم يعني كاد النيل أن يقف من الجثث التي كانت تلقى فيه لأن كان إعلام محرض ومستمر في التحريض على الآخرين على طبعا حتى اكون منصف اذا كان الاعلام النظام هناك ايضا اعلام المعارضه بعضه وكثير منه استخدم الفتاوى الدينيه في نداءات ان يعني في نداءات للثأر او الى او الى او الى او الى, أو إلى على رأي احد الداعيه السوريين او ما يدعي انه داعيه اه فينبغي اعتقد يعني انا بغض النظر عن الموقف من النظام السياسي او الوضع السياسي ينبغي المجتمع أن يكون حريصا على نفسه وأن يسعى أن يحاصر بوادر الكراهية، محتاجين أن ننشئ جسور بين كل المكونات تحت هذه الضغوط، يعني منديلا نفسه عندما جاء في حفل التنصيب وانتهاء نظام الأبر طيد، قال كلمة جميلة جدا، قال نحن هنا اليوم لننصر السود وننصر البيض من ظلم أنفسهم. احنا جايين في هذه اللحظه ان نحذر المستقبل لذلك كان هذا النظام السياسي كان من فرصه تاريخيه ان يعبر بمصر عبورا للمستقبل بعيدا عن الكراهيه وعن التحريض وان تسقط مصر في هذا المنزلق يعني مش متخيل ان يعني محطه بتزيع واخرى تعارض فتوى بالقتل وايضا فتوى اخرى ما يطلع يعني المفتي يطلع فتوى شهداء يناير ليسوا شهداء هذه يعني قضيه عند الله سبحانه وتعالى يعني انت يعني لن نرجع للنظام كنسي تفتي ان فلان شهيد وغير شهيد انا كم يعني احد اسباب تالمي مثل يعني شفت ناس من زملائنا ماتوا ناس من الضباط زملائنا كانوا دفعتنا قتلوا و, و, و والامر سيء جدا يراقب الدم المصري يعني انا ما اسمع والد احد الضباط الله يرحمه ابنه مات شهيد في سيناء ومات شهيد في الشرطه والاب يقول فداء لمصر واللي كان في رابعه يقول فداء لمصر يعني اذا لماذا يقتل بعضنا بعضا هناك طرق الامم نجحت في فض النزاعات اعتقد ان ما لم ننتبه ونحرص على ان نتجاوز بمصر هذا الاحتقاد الاهلي على مستوى التحريض الاعلامي على مستوى الخطاب الديني على مستوى النظام السياسي اعتقد نحن ليس هناك ضمانه ولا كوابح ولا فرامل تمنعنا ان ننزلق الى الحرب الاهليه لا فكره ان احنا شعب متسامح هتمنعنا لبنان كان اول تسامح وشعب يعني يحب السعاده والفن ويحب الحياة. ويحب الحياه ولكن 15 سنه حرب اهليه الشعب الرواندي كان متلاحم ومتواصل لكن اعلام محرض ونظام سياسي متراخي وخلي بالك كمان في قضية اخطر من كده كمان احنا في مصر في منطقه منطقه مصر بمنطقه محاطه بالاعداء يعني عندما يفتح بابك تفتح الفرصه ان ان يحصل اشتباك في الداخل الخارج مش يقف يتفرج طبعا. يعني الداخل سؤال مثلا سؤال من اين تاتي هذه الجماعات بالسلاح في سيناء تسليح الان بدا يوازي تسليح الجيش المصري من اين ياتي هذا السلاح في اطراف خارجيه تضمر العداء لمصر يعني... لكن الطرف الخارجي مش هيدخل في يوم وليله انت فتحت له بوابه يعني أحد الإحصائيات التي رصدت أن بعض الذين حضروا فض ربعة نتيجة الألم والقسوة في الفض بعض الشباب التحق بدأ يريد أن ينفس احتقانه لحد الآن لم تحرك لقضايا بالحكم القضاء في قضايا شهداء ربعة يعني ما فيش قضايا, <applause> قضية أخذت مجرها العدالة قد تؤجل تبدأ الحرب الأهلية <applause> شباب صغير وحمولة عاطفية ضاغطة وكان يعني رابعة الناس نعم يعني الناس شهداء رابعة يعني تجاوزوا الألف قتيل لا أدري حتى لو واحد أنا يعني لن نقيم بالأرقام لكن للأسف هذا المشهد اللي بص على كل الإذاعات وسجل في ذاكره المصريين اساء لكل المصريين ولنا وللجيش ولحتى للافراد اللي كانوا موجودين، طبعا رابعه لا نقصد نقصد بالحاله الانسانيه قد يكون لنا خلاف سياسي في الخطاب الذي كان في رابعه، لكن الحق في الكرامه الانسانيه، الحق في حقوق الانسان لا يختلف عليه احد، كما يعني ايضا الحق ان ضابط الجيش لا يقتل، لكن اذا ضابط الجيش قتل لابد ايضا ان 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 يتعرض الى إلى محاكمة عادلة، نعم إطلاق يد الجهاز الأمني قتل بائع شاي ولا قتل سائق, ب... سائق طبعاً خطأ. يعني هذا ما أريد سؤالك عنه أستاذ ياسر، يعني العنف الدولة عندما لا تحترم الدولة لا تحترم القانون، يعني مثلا كما تفضلت الآن أن شهداء رابعة لم لم تمشي قضيتهم خطوة واحدة، أما يعني كثير مما اعتقلوا تحت ذريعة معينة يعني من قبل نظام السيسي، يعني منهم خمسة مثلا حكموا بالإعدام وغيرهم حكموا بالاعدام ثم ظهرت براءتهم بعد الاعدام يعني فقط يعني سرعت قضيتهم وحكم عليهم بالاعدام فقط لانهم ينتمون لتيارات او احزاب معينه يعني هذا الظلم في 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 الحكم الدوله يعني انه هل عنف الدوله يعني نحن نضعه تحت يعني ندرجه تحت عنوان عنف الدوله هل يولد عنف مضاد من قبل الشعب يعني احد اباء المؤسسين لامريكا في الدستور قال لا ينبغي لاحد ان يكون فوق القانون او تحت القانون لا ينبغي لاحد لا فوق القانون تحت كل سواء في بهذه المسطره انا اعتقد لو لمس الناس وذلك بعض الاحكام القضاء اللي, اللي كانت جيده في النقد كانت تعالج العوار بس الحكم على 400 واحد بالاعدام منهم واحد كفيف الحكم على طفل بالاعدام لا يتخطى عمره خمس سنين في الفيوم هذه الامور خطا وكانت اداره لكن يبدو انه مش ممكن نظام قضائي يحكم على طفل اين العداله عندما توفر هذه الذرائع وترتكب الدوله هذه الاخطاء نحن مهددون، نحن كلنا في مصر مهددون اذا استمر هذا الترهد القضائي ويعني و... اما الحق انك تقبض على انسان لكن القبض بنشوف الناس في بريطانيا تحت ضغط ارهاب ضخم مثلا في فرنسا حوالي تفجير تفجير باريس لم تلغى احكام الدستور، لن يقبض على احد طبعًا. عشوائيا طبعًا. في قانون وفي كرامه انسانيه يحترمون الشعوب انا هم. اقول يعني في الحروب الآلية عندما تغلق ابواب الصناديق تفتح صناديق الذخيره عندما تغلق ابواب الصناديق الاقتراع تفتح مخازن الذخيره انسداد المسار الدستوري والمسار البرلماني دون ان ندري سيفتح سيفتح الوطن على دماء واشلاء لا حصر لها فاعتقد ان ينبغي لكل ان ينتبه لست انا شخصيا كباحث مش ضد اي طرف من من الاطراف والصراع السياسي سيذهب لكن ينبغي المجتمع المصري ليسقط في بئر الكراهيه عبر الاعلام عبر الخطاب عبر التحريض الموجود على على صفحات الفيسبوك لست مجبر ان اكون ضحايا أو قاتلين ينبغي أن حزب المستقبل أن نترفع عن 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 الانتقام وقد يعني أنا أدعو حتى الأطراف قد يكون النظام به أخطاء كبيرة جدا مم. لكن الثوار أيضا عليهم واجب يعني سواء جماعة الإخوان المسلمين الجسم الأن اللي يتعرض لإيذاء شديد جدا وإلى آخره يعني مثلا في تركيا التجربه التركيه وجد أربكان حصل انقلاب عسكري وجد ان يملك انصار بعددهم أربعة مليون وجد ان الظرف السياسي لا يسمح كان ممكن ينزلوا الشارع في لحظه واحده اختار خيار اخر لكن فكره ايضا الخيار الصفري يعني فيها لخفيها من كل الاطراف يعني حتى في الاطار الاسلامي سيد دخلت في معركه وجد تعذر للانتصار انسحب حتى يحافظ على 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 كيانه وعلى, وعلى افراده فاعتقد ان ينبغي اذن الثوار الا ينحازوا الخيار الصفري حتى وان بدا الخصم مصر على ان يلجئ الناس لهذا الخيار لا شك مم. ان احنا طيب. يعني اختم ان ما فيش نظام متماسك في اجنحه في كل الانظمه وفي اجنحه ايضا في حركه الصور والمعارضه مم. وفي اطراف خارجيه من صالحها ان تشتبك هذه القوه وأن, وان وان تتصارع فاتمنى ان الناس تحكم صوت العقل ويعني ال 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 الشجاعه ايضا تقدر ان نقدر الامور بقدرها بشكل مم. درجه وان نفوت الفرصه على على ان يقع الظلم انا عجبني جدا مصطلح جميل جدا في حرب العنف وان حرب كفيله ان تاخذ حقك <applause> واحد بيقول طب نعمل ايه مع القم احنا بنقتل <applause> فقلت له في حرب عنف يعني كل هدف المناضل السياسي ان يجعل الذي يقتل يج لا يجد هدفا يصوب عليه طيب دعنا نتحدث عن عندما يكون زعيم او رئيس الدوله هو من يقوم بالدفع والتحريض الى العنف والى واجرار اجرار البلد الى الحرب الاهليه عندما يظهر الرئيس ويقوم على انقسام المجتمع ما بين مؤيد له وما بين معارض له وتسميه كل من يعارضه بقوى الشر طبعا وبكل خطاب يكرر هذه الجملة قوى الشر قوى الشر لتنغرس في أذهان جميع الشعب حتى تاخذ هذا المعنى ونجده يعني كما ذكرنا منذ قليل انه لن يكبل ايديهم ان ياخذ بالسائر بما يسمى الارهاب وهذا المسمى التي يعني يقوم على كل من من يقوم ضده كل من يعارضه طبعا مسماه عنده ارهاب طيب يعني برايك هذا هل هذا شيء طبيعي عندما يكون راس السلطه هو من يحرض على العنف ويجر البلد الى حرب اهليه وهل هناك في السابق تاريخيا رئيس سلطه كالسيسي يقوم بذات الطريقه وماذا كانت نتائج تلك الدوله طبعا الخطوره كبيره جدا لما يقوم رئيس دوله بالتحريض او يقوم رئيس حزب بالتحريض او يقوم م. آه، امام مسجد بالتحريض، كل من اللي يسمع له وله حاضنه شعبيه ومجتمعيه، هذا في خطوره كبيره جدا يعني تولي كبر الفتنه ووضع الزيت على النار، ايا كان مصدر هذا الامر، امر امر فيه خلل كبير جدا ويؤصل قد يطيل عمر النظام يوم او اثنين او سنه، لكن اعتقد ال ال العواقب التي تستمر بعد ذلك هي عواقب خطيره جدا، ينبغي الانتباه اليها بشكل بشكل خطير، لذلك يعني كل قطاع مؤسسه في الدوله الان سواء مدنيه او عسكريه ينبغي ان أن تسعى أن تقدم نموذج يعني الأزهر الآن كان بإمكانه أن يقدم حلولا كثيرة جدا وأن ينأى بنفسه عن الاشتباك السياسي بهذا الشكل، أن يخرج مفتي سابق بخطاب مبتذل ويصف ناس أيا كانوا هؤلاء الناس بصفات يعني أنهم خوارج وأنهم كلاب النار، هذا كلام خطير، هذا لا لا يتسق مع الدين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إذا لم أسع أن أقول الكلمة أترك الميدان وأستغل لطرف من, الـ من, الـ من الأطراف أيضا على على الجهة الأخرى أن قتل الضباط أمر يحبه الله من بعض بعض الناس اللي يعني الذين يدعون الثورة أيضا أيضا به خلل أتفق معك أن الجرم أن تكون رأس السلطة أو جهاز في السلطة يعني تخيلي الشرطة يعني مخول لها أن تجلب الأمان أن تكون هي طرفا في 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 اشعال الفتن ايضا يكون هذا امر باشكاليه ضخمه جدا فاعتقد المسؤوليه كبيره جدا خاصه على من له سلطه ان يعني ان يراعي الكرامة المصرية وأن يراعي حقوق الإنسان المصري وأن ينأى بالجيش والناس والمواطنين على أن ننزلق إلى هذا المنحدر لقدر الله الخطير ما جئت لهذه الحلقة ولا ألفت كتاب الأخير في العام الماضي الهروب من الحرب الأهلية مصر نموذجا إلا أقول يا جماعة انتبهوا كل الأطراف تنتبه نحن ما نقدمه الآن من تحريض ومن خطاب ومن تجيش ومن إعلام ومن أموال نعم. ستقودنا الإعلام تحديدا على مدار الثلاث سنوات الماضية هل كان هناك تحريض على العنف من قبل وسائل الإعلام الرصد هل الان كان نموذج احمد موسى وهي يقول القانون هو الرصاص طبعا هذا خلل كبير جدا وينبغي حتى قانونا بالقانون المصري التحريض وهذا بنص قانون لابد ان ان يعني ان ينفذ هذا النص القانون وان تعاقب المحطه والقناه التي تسعى لذلك الامر التحريض المباشر امر خطير جدا فاعتقد ان الاعلام للاسف يعني ينبغي الاعلاميين يعني ان يتقوا الله في مصر وفي وفي في حرمات الناس يعني انا لما وجدنا بعض حرق بعض البيوت للمعارضين وايضا مع الأسف. استهداف بعض بعض ابناء الضباط اذا بتظبط الفيوم في اللي قتلت ابناءه وقتل اولاده يعني حتى بالمنطق الاسلامي ولا تزر وزيره وزراء اخرى فينبغي بشكل عام الناس يعني مع المقاومه مع الحلم بثوره يناير عيش حريه كرامه انسانيه ينبغي ان تظل قيمه الصور الاخلاقيه اعلى من قيمه الجلاد وان ياخذوا حقهم بما لا يسمح بالانزلاق الى العنف الذي غالبا الانظمه القمعيه ما تنتصر فيه. طيب عندما تتحدث عن حرق بيوت واملاك بعض المعارضين لمجرد الاختلاف في وجهات النظر واختلاف في الراي، هل فقد او يفتقد المصريون الى فضيله الاختلاف في الراي؟ يعني حيث يجب ان لا يفسد الاختلاف في الراي ود اي قضيه يعني 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 حسب ما نشاهد هناك يعني روح العداء، يعني هل نجح هذا النظام في انقسام المجتمع لهذه الدرجه يعني انه قلنا في منطق الحرب والاشتباك العقل يتوقف كل ما تستطيع ان تغلب به خصم تستعمله يعني كان زمان موجه الجهد المصري الى اتجاه اسرائيل يعني اسرائيل التي احتلت الارض والعرض وكان الخطاب الخطاب الاعلامي كان موجه لهذا العدو الخارجي الذي انتهك انتهك الارض والعرض وبالتالي مم. الناس قومت بشكل ضخم جدا لان تسترجع حقها لكن تخيلي لما تبقى تصبح يصبح هذا العدو حبيب ويوجه الخطاب ان نتهم بعضنا بعضا الشر يا جماعه الشر في الداخل هذا فيه تشكك في تشكك للمصريين يعني يصبح الشك في داخلنا، لا يمكن ان تنهض امه بهذه الروح، لم نشهد في تاريخ الجغرافيا ولا حقائق التاريخ تحركت امه للامام وهي منقسمه وهي محتربه وهي تدعو الى الى حرب اهليه، لذلك ايضا من الثوار للاسف يؤسفني جدا اصل بعض الشباب لن ننتصر الثوره الا بحرب اهليه مصريه. هذا انسان لا, الله. لا يعني طبعا نفس جرم النظام احيانا يفعله بعض الثوار ان ما فيش ثوره انتصرت الا بحرب اهليه. يقول شرعاتي رحمه الله الناس لن تهرب من الظلم إلى الظلام الناس مش هتهرب من نظام باطش إلى صورة ضبابية يعني وذلك موضوع سوريا إلى آخره فعلا تحول الثورة السورية من ثورة كرامة إلى ثورة قائمه على العقيده وعلى نفي الاخر وعلى ولكن معظم الشعب السوري الوطن. مدرك لهذه العمليه يعني مع الاسف الحال في سوريا لذلك قلت حاله استثنائيه هي شعب قام ضد الظلم والديكتاتوريه عندما قاتل هذا الديكتاتور شعبه في وبدايه من درعا يعني قام الجميع من اجل درعا يعني بالعكس يعني هذا دليل على اللحمه الوطنيه السوريه ولكن للاسف قرر زرعها طائفيا يعنى عندما فشل فشل الاسد في اللعب على وتر الطائفيه في سوريا لانها شعبها يعني يد واحده يعني حيث كان يعارض النظام يعني مسيحيون ومسلمون سنه ومسلمون شيعة وايضا دروز وعلويون كانوا ضد النظام في بدايه الثوره السورية وحتى الان انما استعان بميليشيات طائفيه من حزب الله ومن الحرس الثوري الايراني وحتى ميليشيات العراق استحضرها الى سوريا لقتال الأهل في السنة وغير السنة يعني الكثير من المسيحيين قتلوا في كثير من القري يعني نجح الأسد في أن يفتعلها بهذا اللبوس الطائفي وكثيرا اؤكد على موضوع اللبوس الطائفي انما هي اسباب سياسيه واقتصاديه، وهذا ما نشهده ايضا في مصر يعني نرى الاقتصاد المصري المنهار والاسباب السياسيه يعني السيسي ياخذ مصر من مأزق سياسي الى مأزق سياسي اكبر يعني من ريجيني الى موضوع بيع الجزر الى الى الى, إلى يعني ياخذ مصر من مصيبه الى مصيبه اكبر يعني وتدهور اقتصادي، يعني هذان السببان كفيل بأن يجتمع جميع أفراد الشعب المصري بيد واحدة، ويعني أنا بالنسبة لي لا لا أعتقد أن ستكون هناك حرب أهلية لأن الكارثة هي واضحة أين تكمن، يعني هذا رأي شخصي يعني التمني والأمنيات كنا نتمنى أن العالم تعيش في السلام يعني لكن هناك هناك أطراف أه، تجار حرب من صالحها انها ت... يعني تشتغل في اجواء اجواء التوتر م -م أه، حريصه على تاجيج المشاعر سوء السلاح بيزدهر لما بدات الحرب في سوريا م -م م -م مجتمعات بتجرب فينا اسلحه وحريصه يعني... على الحفاظ على المجتمعات م -م فانا اعتقد ان عقلاء القوات المسلحه المصريه عقلاء الثوار المصريين م -م الطرح التوافقي الجلوس يعني انا التقيت بمهاتير محمد في ماليزيا م -م وكان لقاء مثمر جدا بقول له يعني عملتوا ايه عشان ماليزيا تتقدم فقال لي اول شيء عملناه في ماليزيا الكل قدم تنازلات المكون الصيني يملك المال في في ماليزيا والمكون الهندي يملك القطاع الخدمات والمكون الملاوي الفقير كانوا زراعه للأرز والزراعه وقع في حرب أهليه سنه 1969 <applause> لكن جاء ماتير محمد قال لن نكرر هذا الخطا اما ان نعيش متعاونين اغنياء او فقراء متحاربين قرروا <applause> انهم يتقدموا تنازلات المجتمع الصيني قالوا له يا عم انت عاوز تعيش في ماليزيا وتساعدنا خلاص ادعم تعليم الفقراء الملويين لمده عشرين سنه في تعليم سموه التمييز الايجابي بدا بتعصى الطلبه الملويين تعلموا تحولوا من زراع رز الى 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 قاده طائرات لكن المجتمع الصيني قبل ان يقدم منحه حتى ينهض المجتمع فاذا نحن نحتاج ان نملك ثقافه التنازلات العقل الصفري فكره العربيه السائده لنا الصدر او القبر فكره قاتله يعني اما الصدر او القبر لا في مساحه في النص في مساحه للشراكه نعم في جيش وطني حريص وقوي وحريصين عليه وفي مجال سياسي يترك للالعاب السياسيه والاشتباك والاشتباك السياسي يعني مثلا الرعب من الاخوان المسلمين اعتقد في الانتخابات اللي كان مفترض مرسي تنتهي في شهر ستة القادم كان يمكن يعني البرازيل الان رغم انهم اطاحوا بالرئيس الرئيسه الوز... البرازيليه وايا كان انقلاب ناعم خشن لكن في النهايه لا يكون بهذا الشكل الحاد البشع اللي حصل في بلادنا العربية في حال في حال في, في, بلادنا العربية نعم. يمكن أن نعيش جميعا وأن نحيا جميعا جيش و وشرطة و وشعب حريص وشعب. الآن الشباب 60% الآن من شعب مصر شباب يتقول الحرية والمساواة وأكل العيش وال والعمل يحتاج أن يخدم هذا الوطن لكن أن تغلق كل هذه النوافذ الآن الشباب اللي ظهروا 25 إبريل فاضت بهم الوطنيه وحرصهم على 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 جزر يشعرون درسوها في التعليم، نحن درسنا هذه الجزر جزر يعني انا بدرس ابني في صف خامس وجزر طيران وصنافير جزر مصريه. بغض النظر عن الوضع السياسي او في وثائق لكن فشل النظام ان ان يقدم قضيته للناس. خرج الشباب 25 يا ابريل انتفاضه ليوم الارض. حتى انا كاب الدوله ينبغي يعني انا حر... كويس ان الناس تخرج عندها هذه الوطنيه، لكن احكام سريعه واحكام بالسجن خمس سنين ماذا تنتظر من شاب فجأه عشان مزارة دخل في السجن خمس سنين؟ فليعلم الجميع ان تجييش الناس واخراجهم قنابل موقوته يتم في السجون. طيب أبا. السجون تفرخ وتؤصل الى حالات من الارهاب والقمع لا تحمد عقباه، عندما يختصم النظام او المعارضه او الناس مع 60% من شباب مصر اللي هي الحريه والعداله والمساواه لا تضمن هذا الشباب مملوء حماسه شاف حلم يناير في نظره يخطف منه ويؤخذ اعتقد ان عدم فتح مساحات لهذا الامر يؤصل لشكل كبير جدا من الاحتقان الاهلي يستغل خارجيا يستغل دوليا يغذى بالمال والسلاح يغذى بكل وسائل التحريض ساعتها نفاجئ بوضع مختلف جدا فانا هدف هذا الحلقه مؤكد ان نهرب من مصر ونهرب بوطننا مسيحيين ومسلمين الى غير ذلك الى بر الامان عبر تقديم تنازلات حقيقيه تحق الدماء المصريين في كل مكان. طب لا اعلم يعني نقطة أخيرة أود يعني طرحها وبشكل مختصر. لا يعني لا أعلم إذا كنت تشاطرني الرأي في أن يعني جميع البلدان التي حصلت فيها حروب أهلية هي بتحريك من قوى خارجية والأبرز لهذا المثال هو لبنان. لبنان من كل عمره بعد الاستقلال يعني عن فرنسا يعني هناك قوى خارجية تحكمه. يعني مثلا بجماعة حزب الله يعني يعني تحركها ايران ويعني بعض جماعات من الحكومه والبرلمان يحركها الاسد يعني من ايام طبعا. حافظ الاسد وهكذا يعني وبعض اخر تحركه فرنسا وبعض تابع لاسرائيل والى اخره هناك قوى خارجيه حتى في السودان يعني الى ما قالت اليه قسم السودان نصفين وهذا ما تريده القوى الخارجيه يعني لا اعلم هل الحروب الاهليه هي دائما تحركها القوى الخارجيه لتقسيمها مثلا او ل يعني يعني لحتى تاخذ يعني ما تريده من هذه الدوله يعني فكره ان السبب في الحرب الاهليه الرئيسي هو القوى الخارجيه ليس صحيحا يعني ليس على طول الخط مثلا الامريكان أنا التقيت بمستشار رئيس السوداني يقول إن الأمريكان كانوا ضد انفصال جنوب السودان ضد انفصال إنه سيضاف عبء على الخارجية الأمريكية دولة أخرى كان مع وحدة جنوب السودان بدرجة من الدرجات لكن تبدأ الحرب الأهلية داخلية ثم تحصل داعمين خارجين بالمال والإعلام إلى آخره فتنطلق الشرارة لكن المنطق القرآني في الثقافة الإسلامية السيدة عندنا عندما حصل خلل كانت الاجابه قلتم ان هذا قل من عند انفسكم، ينبغي لكل طرف سائر، قوات مسلحه، جيش، برلماني، سياسي ان يضع نصب عينه ان ينتصر لكن ليس على حساب الوطن، نعم. ليس على حساب المصريين. نعم، يعني الله يحمي مصر وجميع وسوريا وجميع البلاد العربيه يا رب. الاستاذ ياسر الغرباوي مدير مركز التنوع لفض النزاعات، شكرا جزيلا شكرا. لتلبيتك دعوتنا. آ... في نهاية الحلقة مشاهدينا الكرام اتقدم بالشكر لضيفي في حلقة الليلة والشكر الاكبر لكم على حسن المتابعة ما نود الاشارة اليه ان الظلم والقمع هو من يولد العنف والانفجار وان الظلم لا يبني دولا بل تبنى الدول بالعدل والكرامة ومبادئ الانسانية السمحة اسال الله ان يحمي مصر العروبة ويجنبها الفتن وسائر البلاد العربية والاسلامية جمعاء إلى اللقاء